الآن فقد وصلنا إلى الجائزة التي تحمل في ثناياها تقديراً واحتفاءً بالمثقفين ممن أسهموا عبر السنين في نماء وتطور القطاعات الثقافية، جائزة شخصية العام الثقافية. الفائز بجائزة شخصية العام الثقافية. الدكتور عبد العزيز بن محمد السبيل. مبروك دكتور عبد العزيز باستحقاق الجائزة. دكتور عبد العزيز لو تبقى معنا على المسرح. اي وندعو ايضا جميع الفائزين للصعود مشكورين الى المسرح لاخذ صوره جماعيه مع معالي النائب. جميعا والآن مع وقفة فنية أخيرة في هذه الليلة مع المؤلف ممدوح سيف ومقطوعته الموسيقية The Eyes of Love.